جئتك داعيا وملبيا ومؤملا عفوا يكفر ذنبيا ومرجيا من فيض جودك رحمة لتزيل أحزاني وتكشف كربيا متلمسا منك السماح فليس لي من دون بابك من يمن فيعطيا وإذا رفعت إليك كف ضراعة حاشا لجودك أن ترد وتقصيا ظلمي كبير والذنوب عظيمة ولأنت خير حافظا ومنجيا أنا عبدك المسكين جئتك طامعا أنا عبدك المسكين جئتك طامعا أنا عبدك المسكين جئتك طامعا أن تقضي الحاجات لي وتلبي أن تقضي الحاجات لي وتلبي ووسيلتي العظمى إليك محبتي لمن اصطفيت معلما ومربيا صلوا عليه وسلموا وترحموا يا فوز من يبقى عليه مصليا صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى والآل والأصحاب بعد الأنبياء صلوا عليه وسلموا وترحموا يا فوز من يبقى عليه مصليا صلى عليك الله يا خير الورى والآل والأصحاب بعد الأنبياء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.